عيش زمان عبد الحليم وثر القلوب تغيران والناس تضرب بالصميم. يا أخي خليه بيدخل عادي. طيب يا ربع دقيقة تكفى يا ناصر رحت هوا كان أدري هنا قدام الله وخلقه. تكفى يا ناصر كرمت علي أنا. دقيقة يا عيال يا الربع أول مرة أبي أغني عند الرجال بنروع الناس سمعني يا حبيبي. لا هات صوت الكرام بسم الله. يلا المايكات سامعكم على المايكاتكم ما عليه. يمين بالله يمين بالله أن اللي قاعد يصير معي مو طبيعي. ما ادري في احد يطفي المايك من وراي. انت لا لا انا ابيك تطلع انت. انا شكلي يصير بايخ اذا طلعت بعدين. احب راسي. طيب اطلع. لا انت شكلي يصير بايخ. خلاص براسي. شكرا يا تكفى. دقيقه حسن شوي اجلسي. تحدي منصور فاتك. تعال يا مرحبا عطنا يا ابوي الربع. انت بتوحدون الجلسه. طيب وتفكيري قديم عايش زمان عبد الحليم وثر القلوب تغيران والناس تضرب بالصميم. طيب وتفكيري قديم عايش زمان عبد الحليم مثل القلوب تغيرت والناس تضرب في الصميم. طيب 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 وتفكيري قديم أدري الزمن يا لا 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 العب وكل همي افل اثر القلوب تغيرت والناس تضرب السنين باقي طبل. انا لو صوتي روع العب وكل همي افل ما احس لوعت اذا كاني صغير. والله من هذه الكلمات. طيب 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 وتفكيري قديم طيب وتفكيري قديم. زيد ليش ما تصفق سلطان؟